بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عايزين نرسم مثلا مكنة في في ونوصلها بالإير تيرمينال موديل. خلينا نقول له عايزين إكويبمنت، فبيقول لي عايز أني إكويبمنت، فبقول له في في بوكس، فبيبدأ يعرض لي الحاجات الموجودة عنده، فبقول له أنا عايز سنجل ضغط في في بوكس، وأقول له حطوني هنا في المكان دوت. بالشكل ده. طيب الارتفاع بتاعه كام؟ ادوس عليه اختاره واقول له خلي الارتفاع بتاعك مثلا 3100. بعد كده عايز اقول له انا عايز الاير تيرمينال بتاعتي، فبقول له اكيوبمنت اير تيرمينال، ببدأ اختار الاير تيرمينال اللي انا عايزها، سواء جريل، ديفيوزر، ريجستر. بيقول لي انت عايز النك بتاعها قد ايه، فبقول له مثلا خليها 200، وهاجي هنا ادوس ثلاثة، بعد كده ممكن اخد ده كوبي سي او بالشكل ده، ابدا ارسم الضغط بتاعي. من هنا بقول له ارسم لي الضغط. طيب انا عايز اعدل حاجه، تقدر تعدل مثلا تقول له عدل لي السايز، تقدر تقول له عدل لي الاليفيشن الارتفاع اطلع او انزل، عدل لي نعدل ايه، خلينا نعدل مثلا الشيب الشكل بتاعي، عدل الشكل ده من ريكتانجل لراوند ار او. بدأ يرسم لي الار او. طيب انا عايز اعدل السايز بعد كده، سايز الديامتر، الديامتر عمره 36، لا اعمله لي مثلا 400 على سبيل المثال. طيب عايز ابدا اخد فرع من هنا، برانش من هنا عشان اوصل عليه الاير تيرمينال، اجي هنا وادوس رايت كليك واقول له اد سيلكت، وبعد كده هاجي من هنا ابدا ارسم، اقول له انا عايز اعدل السايز مثلا الديامتر من 400 خليه مثلا 250 على سبيل المثال يعني. طيب دلوقتي عايز اوصل الاير تيرمينال دوت بالضغط، فاجئ على زائد واقول له اد فليكسبل ضغط، واروح موصله بالشكل ده. تمام، ممكن بقى تيجي هنا تقول له ايه انا عايز برضو ارسم هات سيلكت، واقول له السايز ديامتر 250 واقول له ارسم لي الحدين، وبعد كده هاجي هنا اقول له هات سيلكت، يعني ارسم لي حاجة زي اللي انا من على سيلكت دلوقتي اهي، واجي هنا اجي هنا اقول له انا عايز دوت فليكسبل، اد فليكسبل وصله بالضغط دوت. وسهل جدا ان انت تعمل سيلكت على اي حاجه وتحركها. زي ما انت عايز تعدي فيها زي ما انت عايز، ودي برضو ممكن تيجي هنا، ممكن تيجي هنا وتقول له على علامة الزائد دي الضغط، ترسم الضغط بتاعك بالشكل دوت وتبدأ توصل علامة الزائد هيت فليكسبل الضغط. عايز سكشن، هاجي هنا من سكشن لاين اقول له عايز ارسم سكشن من هنا لهنا، وراح دايس رايت كليك عشان اخرج من الامر، وبعد كده اقول له في انهي اتجاه كده السكشن اترسم، اقول له انتر خلاص. طيب اجي هنا اقول له ايه جنريت 2 دي سيكشن، اعمل لي سيكشن 2 دي، فرسمه لي بالشكل ده، ده السيكشن بتاعي.